سابقة تاريخية، جنوب أفريقيا تهز الجزائر بقرار تاريخي وتقلب الطاولة عليها. مرحبا، معكم بالبيس باسل شوك. ان شاء الله تكونوا بخير جماعة، بصحة وبسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف جنوب افريقيا تنقلب على الجزائر، فما هي القصة؟ نعم، كما كان متوقع، جنوب افريقيا تقلب الطاولة على الجزائر، والتفاصيل مثيرة. وايضا عنا موضوع هام بنبطوش يرقص الرقصة الاخيرة للديك المسبوح، فماذا حدث؟ قبل ما ننتهي الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بشير. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس امرا، من اجل ان ينتشر ويحقق نتائج ايجابية، فيرجى دعمنا بزر اللايك. ودعونا نبتدئ بالموضوع الاول. كما تكلمنا منذ الصباح، إن تابون غادر ليلة الأمس قمة المناخ على وجه السرعة ليلا إلى الجزائر. أتت الآن معلومات حول ما حدث. لماذا الرئيس الجزائري غادر ليلا وبسرعة؟ غادر الرئيس الجزائري مؤتمر قمة المناخ بمصر وعاد لبلاده في نفس يوم افتتاح القمة، تاركا الباب مفتوحا على عدد من الأسئلة التي تداولها بعض الإعلاميين الذين اعتبروا هذه المغادرة لغزا غريبا. تابون عاد ليلا تاركا مقعد الجزائر شاغرا، حيث استقبله بالمطار عندما عاد شنقريحة، حيث ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن شنقريحة هو من طلب من تابون العودة وبشكل عاجل. ولم تكشف المصادر لحدود هذه الساعة سبب هذه الدعوة، لكن هناك أخبار تتردد، ربما بالخوف من عقد تابون لقاءات على هامش القمة المناخية قد تشمل المغرب في ظل غياب أي مراقبة له، كما حدث في قمة الجزائر التي كان فيها تابون والعمامرة تحت رقابة الأجهزة العسكرية. ونشر إعلاميون مقعد الجزائر فارغا في أشغال القمة متسائلين عن سبب عدم وجود حتى العمامرة الذي كان من المفترض أن يشغل المقعد مكانه، ما يزيد من لغز هذا الغياب. هذا ما أتى عن تفاصيل حول عودة تابون ليلا بطلب من شنقريحة. دعونا الآن في ذات السياق ننتقل إلى فضيحة كبيرة يقع بها حفيظ الدراجي. صحفي النظام الجزائري يعترف بطرده من قناة سكاي نيوز وسط صمت حفيظ الدراجي. اعترف المراسل الجزائري بقناة سكاي نيوز الإماراتية رضا بوشفرة بإقالته من القناة بعد استفزازه للسفير عمر هلال المندوب الدائم للمغرب بالأمم المتحدة. تأكيد بوشفرة دفع بالمعلق الجزائري حفيظ الدراجي إلى اللجوء للصمت وعدم التدوين والتغريد تضامنا مع زميله، عكس تغريداته المتوالية على خبر طرده في وقت سابق، وهو ما فسره آخرون بالخوف من نفس المصير. وقال بوشفرة الآن منذ ساعات معدودة في تدوينه على حسابه الرسمي تويتر: الحمد لله بدأت اليوم أشتغل بصمت، معلنا بعدها المراسل السابق لقناة سكاي نيوز العربية انضمامه إلى قناة الحرة الأمريكية والشروع في العمل معها. وكانت أبواق النظام الجزائري قد نفت الخبر كل ما نشر حول إقالة بوق النظام الجزائري بالأمم المتحدة. مختصر الحديث، لطفي بوشفرة تمت إقالته رسميا بسكاي نيوز الإماراتية، وكما نرى حفيظ الدراجي يبتلع لسانه خوفا من ذات المصير. وبما أننا نتكلم عن الصحفيين والمعلقين، لابد أن ننتقل إلى صحفي عراقي. صحفي عراقي يقلب الطاولة على الجزائر. تغريدة لصحفي عراقي تلخص كل شيء. الصحفي سفيان السمرائي كتب قائلا: تقول خلايا اليسار
والتصفين الإلكترونية الجزائرية. إن مشكلتنا مع المغرب هي التطبيع مع إسرائيل. الدول التي حضرت قمة تابون للجامعة العربية مصر، الإمارات، الأردن، البحرين، وكلهم يمتلكون علاقات مع إسرائيل. وأضاف الصحفي المصري: مشكلتكم ليست التطبيع بل منفذ على المحيط الأطلسي عبر عصابة البوليساريو. بعدما رأينا ما كتبه الصحفي العراقي معري الواقع التي تعيشه الجزائر، نقول الحمد لله تحققت أمنية الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. أصبح العالم يعرف الآن مع من حشرنا الله في الجوع. هذه كانت تغريدة لأحد المعلقين المغاربة على ما كتبه الصحفي العراقي. دعونا الآن ننتقل إلى الباريس يصدم الجزائر. خوسيه مانويل الباريس وزير الخارجية الإسباني يخاطب الجيران ويضرب المثل بالعلاقة مع المغرب. الباريس: العلاقات بين مدريد والرباط تعد نموذجا يحتذى به. أبرز الباريس الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين بلاده والمغرب، مؤكدا أن العلاقات بين مدريد والرباط تعد نموذجا يحتذى بالنسبة لباقي بلدان المنطقة. وقال الباريس الذي شارك في منتدى باستانا كروز: نريد أن تكون لدينا نفس العلاقة مع كافة جيراننا كتلك التي تجمعنا مع المغرب، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلين والامتناع عن الأعمال أحادية الجانب وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. وفي هذا السياق أشاد خوسيه مانويل الباريس بنتائج الدينامية الجديدة التي دشنها البلدان، وذلك منذ الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز إلى المغرب في إبريل الماضي. وأكد في ذات السياق أن جميع النقاط الواردة في الإعلان الإسباني المغربي الصادر بتاريخ 7 إبريل توجد في طور التنفيذ، مذكرا بأن الربط الجوي والبحري قد تمت استعادته بالكامل فضلا عن زيادة التعاون في مجال الهجرة ومكافحة مافيات الإتجار بالبشر. وبحسب الباريس فإن جميع طرق الهجرة نحو أوروبا ازدادت كثافة باستثناء تلك المتجهة نحو إسبانيا. وفي الشق الاقتصادي أشار الباريس إلى أن التجارة الثنائية انتعشت لتصل قيمتها إلى 7 مليارات يورو منذ بداية السنة، أي بزيادة 2 مليار يورو عن العام الماضي. مختصر الحديث: الباريس يتغنى بالعلاقات المغربية الإسبانية، وهذا ما أصاب الإعلام الجزائري بالسعار. وعلى ما يبدو أبواق الجزائر أصيبت بالسعار ليست فقط من التقارب الإسباني المغربي، بل لابد أن نشير الآن إلى أن أبواق الجزائر تعيش بصدمة حقيقية بعد خطاب الملك محمد السادس. إشادة الملك محمد السادس بأنبوب الغاز المغربي النيجيري تصيب أبواق الجزائر بسكتة قلبية. الجزائر تسابق الزمن وتستقبل وزير خارجية نيجيريا يوم خطاب المسيرة الخضراء، وتتخوف من خسارة مشروع أنبوب غاز معطل منذ عقدين. على ما يبدو الجزائر مصرة أن تتمسك بالوهم وأيضا تبتعد عن الوقائع. في الوقت الذي كان الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء وخصص جزءا منه للعلاقات المغربية الأفريقية خاصة دول غرب أفريقيا وبالتحديد نيجيريا، كانت الجارة الجزائر تستقبل وزير الخارجية النيجيري جوفري أونيا. الرئيس الجزائري خصص لوزير خارجية نيجيريا استقبال رسمي رفيع المستوى، فيما نقلت وكالة أنباء الجزائر أن المسؤولين الجزائريين ناقشوا مع مسؤول النيجيري إطلاق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائر لاغوس. وعلى هذا الأساس النظام الجزائري الذي وجد نفسه عند دخوله هذه المعركة الجديدة ضد المملكة المغربية والتي عنوانها أنبوب الغاز
أمام العديد من التحديات، خاصة بعد أن نجح المغرب في هجوم دبلوماسي بإقناع نيجيريا بأنه الشريك الأكثر موثوقية، سلط كعادته أبواقه المأجورة للترويج للافتراءات التي سرعان ما يفضحها تقدم مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا على أرض الواقع. أبواق الجزائر عادت لتسويق الوهم وتبيع الأوهام والترويج لما يسمى بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يعرف باسم نيغال. مختصر الحديث، بعد هذا التخبط التي تعيشه الجزائر وإعلامها، نقول لنا الواقع ولكم المواقع. وفي ذات السياق، روسيا، ماذا قالت روسيا عن أنبوب غاز نيجيريا المغرب؟ وكالة الأنباء الروسية تبرز الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب. أوردت وكالة الأنباء الروسية مقتطفات من الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى شعبه بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، مؤكدة على الأهمية التي يوليها جلالته لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. سلطت وكالة الأنباء الروسية الضوء بالخصوص على أهمية خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب باعتباره مشروعا مهيكلا يعد بربط أفريقيا وأوروبا وضمان الأمن الطاقي. كما أبرزت وكالة الأنباء الروسية تطلع الملك محمد السادس إلى أن يكون أنبوب الغاز نيجيريا المغرب مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة. وأكدت وكالة الأنباء الروسية أن هذا المشروع هو من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الأفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة كما قالها جلالة الملك محمد السادس. وختمت الوكالة الروسية بالقول إنه إضافة إلى موريتانيا والمغرب يوفر أنبوب الغاز فرصا وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. هذا ما جاء عن وكالة الأنباء الروسية، وتعتبر أيضا صفعة قوية لأبواق الجزائر. دعونا الآن ننتقل إلى ماذا يحدث داخل البوليسارو الانفصالية. بنبطوش بورطة حقيقية. مؤتمر البوليسارو المزعوم إبراهيم غالي يبعد منافسيه الأقوياء. يثير مؤتمر البوليسارو المقبل الكثير من الجدل داخل مخيمات تندوف، وذلك بسبب الشروط المطلوبة للترشح لشغل منصب رئيس الجبهة الانفصالية، وتوفر هذه الشروط جوا ملائما لاستمرار بنبطوش في منصبه. قبل شهرين من انعقاد مؤتمر البوليسارو المقبل، عاد النقاش حول شرط التجربة القتالية ضد المغرب للمرشحين لتولي القيادة إلى الواجهة، وتعالت الأصوات المعارضة لإبراهيم غالي والتي تطالب بحذف البند الذي يهدف حسب رأيهم إلى استبعاد المنافسين المباشرين للزعيم الحالي الانفصالي للبوليسارو الذين لا يتوفرون على هذا الشرط. وأشار معارضون لإبراهيم غالي إلى أن إبراهيم غالي فشل في الحرب المزعومة التي شنها في 13 نوفمبر 2020 ضد القوات المسلحة الملكية، مؤكدين أنه فشل في تحقيق أي انتصار على مدار سنتين من الحرب المزعومة. إلى جانب هذه الانتكاسة، يشير هؤلاء إلى عدم شعبية بنبطوش بين سكان مخيمات تندوف، بالإضافة إلى عجزه عن النجاح في المؤتمر دون إقصاء منافسيه ومنعهم من الترشح. وفي ذات السياق، قال سالم عبد الفتاح المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إنه من خلال إدراج التجربة القتالية ضد المغرب في قائمة الشروط التي يجب توافرها في المترشح، يعتزم بنبطوش التخلص من خصمه الرئيسي عبد القادر طالب عمر الذي يعتبر المرشح الوحيد القادر على هزمه بعد وفاة محمد خداد عام 2020 وعبد الله الحبيب بلال في عام 2021.
ولدى طالب عمر الممثل الحالي للجبهة الانفصالية بالجزائر، وهو في الأصل من قبيلة أولاد دليم المعروفة بماضيها الاحتجاجي خلال أحداث عام 1988، مسار سياسي وإداري غني ولكن دون أي خلفية عسكرية، وسبق له أن شغل في مناصب عليا في صفوف قيادة الجبهة الانفصالية بما فيها رئيس البرلمان الصحراوي المزعوم عام 1995 ورئيس الوزراء المزعوم من عام 2003 إلى عام 2018. وفي فبراير 2018 أبعده إبراهيم غالي من رئاسة الحكومة الوهمية وعينه سفيرا بالجزائر. ويتولى إبراهيم غالي قيادة الجبهة الانفصالية منذ المؤتمر الاستثنائي في يوليوز 2016 بعد وفاة محمد عبد العزيز، وستعقد الجبهة الانفصالية مؤتمرها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2023 في مخيم الداخلي على التراب الجزائري. ويعتبر مكان انعقاد المؤتمر دليل آخر على فشل الحرب المزعومة التي أعلن إبراهيم غالي شنها على المغرب. فقبل خرق وقف إطلاق النار اعتادت الحركة الانفصالية على عقد مؤتمراتها داخل ما تعتبره مناطقها المحررة، وعقد آخر مؤتمر شرق الجدار الرملي بمنطقة تفاريتي في ديسمبر 2016. يذكر أن الجزائر هي التي تملك سلطة اختيار زعيم الجبهة الانفصالية، وهذا ليس بجديد لأن البوليساريو الانفصالية هي دمية الجزائر. وعلى هذا الأساس إبراهيم غالي متخوف من قرارات الجزائر بأن تعين عبد القادر طالب عمر زعيم للجبهة الانفصالية، وبالتالي بن بطوش كرت محروق. هذا ما يحدث بالتفصيل داخل الجبهة الانفصالية. دعونا الآن ننتقل إلى جنوب أفريقيا. ماذا يحدث بين الجزائر وجنوب أفريقيا؟ وما هذه الأزمة التي بدأت تلوح بالأفق؟ أقل ما يمكن قوله إن جنوب أفريقيا تنقلب على الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل. الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس وسط ترحيب من روسيا والصين، لكن المفاجأة جنوب أفريقيا لا ترغب بإدخال الجزائر إلى مجموعة بريكس. الجزائر قدمت طلب رسمي من أجل الانضمام إلى مجموعة بريكس، المنظمة التي تضم دولاً خمسة وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا. روسيا والصين رحبوا بالجزائر، لكن جنوب أفريقيا ترفض انضمام الجزائر لهذه المجموعة. في هذا الصدد كشف موقع أفريكا انترست الاستخباراتي أن دولة جنوب أفريقيا قد تحول دون انضمام الجزائر لبريكس. ولفت الموقع إلى أن الرئيس جنوب أفريقي سيريل رامافوزا يتردد في فتح الأبواب أمام الطلبات الجديدة للانضمام إلى التحالف. وأوضح المصدر بأن جنوب أفريقيا ترغب في البقاء العضو الأفريقي الوحيد في التحالف، في إشارة إلى أن كيب تاون قد ترفض انضمام الجزائر. وهذا الخبر يعتبر صدمة حقيقية، بل أكثر من صدمة نستطيع أن نقول أن الجزائر أصيبت بسكتة قلبية، لأن الجزائر تسابق الزمن لتقديم ملف ترشحها لدخول هذه المنظمة، وأتاها الرد القاسي من جنوب أفريقيا. وأكبر صدمة يذكر أن جنوب أفريقيا ستتسلم مطلع العام المقبل قيادة بريكس، مما يصعب المهمة أمام الجزائر بل يجعلها مستحيلة. هذا ما يحدث بالتفصيل بين الجزائر وجنوب أفريقيا. هناك أزمة كبيرة وغير مسبوقة تدق على الأبواب. الجزائر تسابق الزمن للانضمام لمنظمة بريكس، وجنوب أفريقيا ترفض وبشكل قاطع أن تنضم الجزائر لهذه المنظمة. هذا ما أفادت به المصادر منذ ساعات معدودة. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجلون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية.
ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة وإكسنارد كل حبه. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.